هختم بخبر يتعلق بالجو. يعني بصراحة الجو أصبح متقلب بشكل غير عادي. يعني أنت ممكن تبدأ مصيف يومك، تشتي في نص اليوم، تصيف آخر اليوم، ما بقتش عارف تشغل المروحة ولا تشغل الدفاية. في كلام على إن إحنا فعلا بنتأثر بالتغيرات المناخية، وإن في تغير حقيقي في المناخ على مستوى العالم كله، وإن إحنا بنحصد ده. معايا للحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على تغيير أو تقلبات الفصول خبير الأرصاد الجوية الدكتور وحيد سعودي. مساء الخير دكتور وحيد. أهلا، مساء الخير يا فندم. أهلا بك. التقلبات الجوية اللي إحنا بنعيشها دي، هل ده سببها فعلا التغيرات المناخية؟ طبعا التغيرات المناخية حضرتك ليها تأثير، لكن مش بالشكل الكبير اللي الناس بتتكلم عنه. احنا طبعا حضرتك نعتبر في نهاية فصل الشتاء، خلاص على أبواب فصل الربيع. طبعا فصل الربيع ده فصل انتقالي، بينقلني من برودة الشتاء إلى حر الصيف، بيتسم بأنه فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة. الفصل ده بيبقى ليه بداية مناخية وبداية جغرافية. المناخية 21 مارس؟ 21 مارس حضرتك. المناخية ممكن تبقى قبل البداية بتاعته الجغرافية بأسبوع أو بعده مثلا بأسبوع. زي ما احنا عارفين ان فصل الربيع وفصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة التي من الممكن ان احنا نشاهد فيها الاربع فصول في يوم واحد تقريبا. ده بالفترة ديت البلد بتمر بهذه الحالة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، زي ما تفضلت حضرتك وقلت احيانا بنلاقي نشاط رياح يعقبه سقوط للامطار. النهارده سقطت طبيعي. امطار على عدد من محافظات الجمهوريه، محافظات عديده خاصه المدن الساحليه، وحتى القاهره كان عليها امطار خفيفه جدا، يمكن على مناطق دون الاخرى حضرتك. لكن ان شاء الله واعتبارا من الغد ولمده اسبوع على الاقل الجو مستقر تماما، بتعاود فيه درجات الحراره ارتفاعها التدريجي مره اخرى، لكن يبقى الجو شديد البروده أثناء الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح البدري. أشكرك دكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية. هطلع تقرير من عن مديريات الأمن، حصاد مديريات الأمن في أسبوع، وبعد الفاصل كيف ننمي صادراتنا إلى الخارج. نطلع فاصل.